لا، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما زلنا نتواصل مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ونستفاد من هذه الأحاديث منها وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان واقفا بعرفات، فنظر الشمس فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب، فبكى واشتد بكاؤه. وقال له رجل عنده: يا أبا عبد الرحمن، يعني ابن عمر، قد وقفت معي مرارا، لما تصنع هذا؟ فقال: ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكاني هذا، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. من أدرك حقيقة الدنيا وعلم أنها زائلة عما قريب، نجا وفاز في الدنيا والآخرة. ومن لم يدرك ذلك وانشغل بملذاتها خاب وخسر. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم قصر عمر الدنيا محذرا من الاغترار بها. قال: ألا إن ما بقي من الدنيا فيما مضى منها كما بقي من يومكم هذا فيما مضى. يعني يقول: إن كان ما بقي من يومكم قليل، كذلك ما بقي من دنياكم فهو قليل. وهذا من الحظ، وهذا من الحظ على أن الإنسان يستحضر قرب موعد أجله وقرب يوم القيامة، فيعمل لآخرته أكثر من أن ينشغل بدنياه. كما جاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم موصيا لأمتي، طبعا خطاب كان لابن عمر، وخطاب لابن عمر خطاب للأمة، قال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. يعني الغريب الذي يعني يكون في أيام قلائل في مكان معين ثم يرجع إلى أصله، أو عابر السبيل كذلك، يعني مسافر، مسافر يبقى في مكان ثم يرجع. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لمماتك. يعني قبل أن تصل لهذا، انتقل العبادات، اغتنم العبادات، لأن إذا إنسان مات لا يستطيع أن يرجع يعمل أعمال صالحة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أنا الذي يموت المجرم يتمنى الرجوع إلى الدنيا حتى يعمل صالحا، كذلك المؤمن الخير إذا مات يتمنى يرجع ويصبر على أذى الدنيا ويعمل صالحات حتى يرتفع بدرجات العلا. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا المجرم الكافر المنافق، الله عز وجل رد عليه، قال: كلا، إنها كلمة هو قائلها. هذه فقط كلمة يقول واعتاد عليه، يكذب. كلا إنها كلمة، مجرد كلام قائلها، ومن ورائه برزخ لا يوم يبعثون.
نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويحسن ختامنا وختامكم ويجعل خير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى فيه، ويجعل خير أيامنا كذلك في الصالحات. وقد مر حديث في حديث في حديث في الأسابيع الماضية، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وما يريد الدنيا، يريد الآخرة، لكن يحصله الدنيا والآخرة. طيب، ومن كانت نيته الدنيا، ومن كانت كان همه الدنيا جمع، فجمع وجمع فأوعى، يعني جمع المال ثم وضعه في الوعاء، يعني في الشنطة أو في السرة، سرة أقصد، يعني المال الذي تضع فيه، وجمع فأوعى. ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه ضيعته، لأنه وجعل فقره بين عينيه، دائما يراه هو فقير مع أنه ملايين عنده، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. الأولى الدنيا تأتي وهي راغمة، وهي راغمة رغم أنفها، ويبارك الله عز وجل. الأولى، أما الثانية لم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. وأيضا من الوصايا التي وصى النبي صلى الله عليه وسلم الحث على السكينة والهدوء والوقار. عن ابن عباس كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم فقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، فإن البر ليس بالإيضاع. وجاء في رواية أخرى أنه أفاض صلى الله عليه وسلم من عرفة، وقال ابن عباس: وأنا رديفه، فجعل يكبح راحلته، يعني جالس خلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، حتى إن ذفرها يكاد يصيب قادمة الرجل، وهو يقول: أيها الناس، عليكم بالسكينة، عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس في إيضاع الإبل. وهذه الرواية عند النسائي. السكينة والوقار من صفات الحميدة التي حث عليها الشرع، خصوصا في العبادات ومواطن الزحام مثل الحج مثلا، كذلك في رمضان مواسم في الأعياد كذلك. الإنسان ينبغي أن يأخذ السكينة والوقار، ما يأخذ سكين، لكن يأخذ سكينة الهدوء والطمأنينة. في هذا الحديث يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه انصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة متوجها إلى المزدلفة، يعني الناس في الثامنة من شهر الحج، 8 للحجة، يذهبون إلى منى ثم مزدلفة ثم عرفة ثم مزدلفة ثم منى، هكذا يعني طريقهم. الثامن يبقون في منى، ثم يوم التاسع يذهبون إلى عرفة، وقوف إلى قبيل المغرب، بعد ذلك يذهبون الحجاج إلى المزدلفة، يبيتون ليلة المزدلفة، وفي العرفة طبعا يقفون على جبل عرفة، إن تيسر لم يتيسر هناك علامات تقف عليه، وليس الشط الوقوف، يعني تجلس وتدعو الله جل وعلا.
وعرفات جبل يقع على الطريق بين مكة والطائف، ويبعد من مكة حوالي 22 كيلومترا، وعلى بعد 10 كيلو من منى، بعيد عن منى 14 كيلو و6 كيلو من مزدلفة. يعني يأتي من عرفة إلى مزدلفة 6 كيلو، وإلى بعد من يجي 10 كيلو، 4 كيلو زيادة، يمشي حتى يصل إلى منى. إذا أراد من مزدلفة إلى مكة 22 كيلو. الناس طبعا هذه الأوقات يمشون مشيا غالبا، لأن سيارات زحمة والمشي أسرع في هذه الأيام. ويقام طبعا في عرفة، هذه من مناسك الحج، عرفة ومزدلفة ومنها، هذه من مناسك الحج، من العبادات. الوقوف بعرفة يوم التاسع كما قلنا من شهر ذي الحجة. والمزدلفة سمي مزدلفة اسم لمكان الذي ينزل فيه الحجيج بعد الإفاضة من عرفات، ويبيتون فيه ليلة العاشر من ذي الحجة، وأيضا فيه مشعر الحرام، وتسمى جمعا، أيضا مزدلفة تسمى جمعا. نعم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وراءه يصيحون في الإبل، يصيحون في الإبل ودوابهم، ويضربونها حتى يسرعون الإبل لكي تسرع في سيرها. فأشار بصوته صلى الله عليه وسلم إليهم، لمن يضرب الإبل حتى يسرع، أشار إليهم ينهاهم فيها عن السرعة الشديدة، أمرهم أن لا يفعلون ذلك، وأمرهم بالهدوء وتخفيف السرعة والتزام الرفق وعدم مزاحمة الآخرين ومسابقتهم. وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهيه لهم بقوله: فإن البر اسم الخير، إن البر ليس بالإيضاح أو إيضاع، فإن البر ليس بالإيضاع. إيضاع ما معنى؟ يعني هو حمل الدابة أو على الإسراع في السير، أو إن شئت أقول سرعة السير. ليس العبرة ليس بالسرعة يعني، وإنما بالهدوء. البر فيه هدوء حتى لا تؤذي الناس، ربما تؤذي الناس تأثم أن تسرع وتزاحم وتضرب هذا وتضرب هذا. وهذا ما نرى في أيام الحج والزحمة، وقد يتضاربون الناس، وهذا من الفسوق يعني، ولا رفث ولا فسوق في الحج. يعني ليس طاعة الله في سرعة السير، سواء على الإبل أو خيول أو سيارات. أيضا بعض العلماء قال إنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السرعة، الإيضاع والجري، إبقاء عليهم ولئلا يضروا بأنفسهم بالتسابق من أجل بعد المسافة يعني، ولأنهم راجعون من الوقوف في عرفة، وهو مظنة التعب والمشقة، لأن في عرفة في عبادات يعني التهليل والدعاء، فإنسان يتعب. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الرفق والسكينة. وفي هذا الحديث مشروعية تنظيم حركات المرور، إن صح التعبير، لا سيما عند الإفاضة من عرفات وإشراف المسؤولين عليها. لما تزاحم الناس عند الجمرات قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، إذا رميتم الجمرة فرموها بمثل حسن الخدف. الناس يزحمون خاصة في جمرة العقبة الكبرى، أول يوم عيد، ناس يضربون. أنا كم مرة ضربوني بالكوني الطويل، فالناس يمرون علينا، وبعضهم شبشب يرمي، بعضهم عصا، بعضهم صخرة أو حجر كبير، هذا من الجهل.
مثل الحصى الخف يعني أكبر من أصغر من فاصوليا أو بقدر فاصوليا، مثل الحم أكبر من الحم صغير، يعني حصى الخف ترميها هكذا. فالناس هكذا طابوق نعالي يعني. شهادة ما زالت الأمة في الجاهل، ويدافعون الناس سواء في الرمي أو في الطواف أو في عرفات، يعني زحمة غير طبيعية. لا بد الناس ينتظمون، يرتبون أنفسهم. فالإسلام إسلام نظام، إسلام ترتيب، عدم الفوضى. ألا ترى حينما الإمام يقول استووا واعتدلوا والناس يصطفون يعني مستوين، هذا نظام. فإذا جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس تقول له هذا الحديث طيب، طيب ما في مشكلة، لكن يروح نفس الأخطاء يرتكبها في الحج. يعني لو 5 دقائق 10 دقائق يتأخر الإنسان لا ينظر، لا ضير في ذلك. نعم، نسأل الله يتوب علينا وعليكم، ثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة والإيمان. أكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.